قلنا قبل ما نبدا بقى اي حاجه لازم ان احنا يعني نعزي كابتن احمد حسن الصقر في وفاه والدته، ده اللي كان بالامس، واعتقد ما فيش حد لم يحزن لهذا الخبر. هو كان كمان كابتن احمد حسن علاقته يعني قويه جدا بوالدته، وهو يمكن كتب على تويتر وفيسبوك قال تحديدا كده بالامس يعني انا ان العين لا تدمع والقلب لا يحزن وان على فراقك لمحزنون ان لله وان اليه راجعون. ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها، رحلت التي كانت تدعو لي فيسترني الله من أجلها. يعني ربنا يرحمها ويصبر كابتن أحمد حسن ويصبر كل الأسرة. وكلمات أعتقد قوية، ودايما إحنا بنقول الأم ما بتتعوضش يا كريم. طبعا يعني لا طبعا ممكن أي حد فعلا في الدنيا يتعوض، لكن الأم والأهل صعب جدا. فوجع أعتقد من يعني اكتر الحاجات اللي ممكن تاثر في الانسان بعد كده، يعني زي ما بيقولوا كده الشخص ما بيرجعش زي الاول بعد وفاه والدته. ربنا يرحمها ويرحم امهاتنا جميعا ويدي الصحه للامهات ويخليهم لينا فعلا. الدعوه زي ما بتقول كده البركه، يعني طبعاً حاجه صعبه. وبعدين مهما الابن بيكبر ومهما بيكون يعني محقق نجاحات في الدنيا بيظل هو دايما الطفل من وجهه نظر امه طبعاً. ومن وجهه نظره هو شخصيا، فطبعا طبعا جزء كبير جدا من بهجه الحياه للاسف الشديد ونورها بيطفي بوفاه الام. فطبعا بنتقدم لكابتن احمد حسن وكل افراد اسرته الكريمه بخالص تعزينا، يعني ربنا يلهمكم الصبر ويرحمها برحمته الواسعه وينير قبرها ويجعله روضه من رياض الجنه، خالص تعزينا لكابتن احمد حسن.